مركز لإيواء الناس النازحين، الناس التي تقطعت بهم السبل، الناس اللي مش لاقي منزل مأوى. اللي صار إنه هنا زي ما أنت شايف المدرسة كانت آمنة، ناس بتبيع حاجة، بتبيع حاجيات للناس، بتبيع أغراض. اتفاجأنا بصواريخ صاروخين انضربن على المدرسة كزلزال، كان انفجار، فجأنا بمجزرة أشلاء في كل مكان. الناس وين تروح؟ الناس هنا مش موجودة رفاهية ولا نزهة. الناس هنا تدمرت بيوتها في الشمال، في بيت لايف، في معسكر جباليا، في بيت حنون. وين تروح الناس؟ هذا سؤال موجه للمجتمع الدولي، المجتمع الذي يكيل بمكيالين، اللي بتمارس مزدوجية المعايير.